اوكي هسه نسجل، فاعطيني اسمك الكامل. سمير اسم الله إفرايم بن سليم إيليا عبده. اوكي، وتاريخ ميلادك؟ 29/11/49، 18/11 بالجنسية مكتوب 29 بس هو الأصلي 18/11/49. مولود بالبصرة طبعا. بصرة. اوكي، وايش درست؟ ايش درست يعني الدراسة؟ أقبل ثانوي دخلت جامعة البصرة. الثانوية وين كانت؟ الثانوية الإعدادية المركزية للبنين بالعشار بالبصرة. ودخلت سنة 66 جامعة البصرة، 4 سنين خلصتوا هندسة كهربائية. وهي سنة طلعت من العراق؟ 71. تذكر تاريخ؟ تذكر تاريخ؟ احنا وصلنا لإسرائيل 12 أغسطس 71، طلعنا قبل فد 4 أسابيع هالحوالي. كيف تعطلنا بإيران، أختي زوجة بإيران ونيكي، يعني باي الطلعة مالنا من العراق لزوجة بإيران وظلت بإيران. هاي الهسب مونتريال، يعني أحكي من 4 أسابيع شهر قبل الآي. سو اللغات تعرف طبعا عربي هيبرو. شلون؟ عربي هيبرو وانجليزي. انجليزي هاي الثلاثة بس. مدرسة فرنسي طبعا؟ لا، بالبصرة ما كان فرنسي. اوكي، ما فرانك عيني درسوا فرنسي بالبصرة. لا اوكي، هسه بنقول احنا اليوم ايش قد الشهر؟ اليوم خميس 15 ماي 2008 وقاعدين الفلات من مريم بصون. اوكي، سيزمير احكي لي الفترة اللي مريت بيها من 67 لما طلعت. أول ما ساعات الحرب كان عليك مشي من الحرب الستين؟ الحرب انساغت، كانوا همي بالأول تعرف أخبار ما كان، بس الوذاعة من إسرائيل كانت ما قضي أشياء أول أسبوع إلى بالنهاية، فهمي كانت الأخبار ما لم نسمعها. اللي يسمعها كان يقول إسرائيل خلصت. كل ساعة جاء قطار بينه 3000 أسير من تل أبيب جابوهم للقاهرة، وهل قد وقعنا طيارات، وهل قد قمنا إحنا بالبيت نحسبها الطيارات. وصلنا بالمجموع اللي وقعانه أكثر من ما عند الأمريكا طيارات. قد نعرف هاي كلها كذب وهي مبالغات وهذا، بس ما كنا نعرف ايش قيسيه. حتى أمي بالضحك كانت تقول بلكي أختها من ثانية جيبية باي ويا الأسرة للقاهرة، قالوا بيناتهم 300 ما قالت 3000. بقى أنا كنت أروح وأجي للجامعة الصف الثاني. الجامعة بالبصرة تصير عبر الشط العربي بالناحية يسموها التنومة، ونعبرك وعبارة تعبر يسموها الطبقة. ماكو جسر هنيكي، هاي الطبقة شيل 3 سيارات ويجي 40-50 نفر تعبر وتروح وتجي، ومن هنيكي باصات تاخذنا للجامعة. عندي هنيكي كثير، أنا كنت كل الشاطر يعني، عندي المعدلات مالي عيلي فكلهم صدقاني، كل من يريد أحله مشكلة فد سؤال بالماثماتيك ولا هي كله يجون عندي، بيناتهم هم فلسطينيين وسوريين وهذا. اكو واحد كان اسمه مصطفى المندلاوي، سوري يكره اسرائيل كلش كثير، بس وياي صديق. عاد من ساغة الحرب اول يوم انا بالجامعة ما كنا نسمع اخبار يومية وهذا، جاء قال لي ما سمعت؟ قلت له لا. قال لي تل أبيب عم بتنقصف. قلت له وساش خطريت؟ قال لي ما اقل له. قلت له صندق انت، العبرة بالنهاية ما بالبداية. عندي ميانة ويانا عقب 7 أيام جاء قال لي والله عقب وياك العبرة بالنهاية. الشيء الوحيد اللي قدرنا نسمع عنه مثلا كان عندنا جيراننا دكتور مغاتو امريكاني، كانت رجع من الكويت وجايبي وياها مجلة تايم امريكاني مال 7 جون ثلث نهار ونيكي العل تايتل ماله كان Death of Egyptian Air Force.
فقنا اخذناها المجله ممنوعه كانت يجيبوها للمسيح مسافر مخليتها بالجنطه جبتها منونيكي شويه سمعنا معلومات. بالوقت انتهت الحرب وهذا لنا مضايقات ما صار عندنا بالبصره بالسكس دي وور ما صارت مضايقات الجامعه اوكي ها؟ بالجامعة كان كل شيء يوم. بالجامعة كل شيء عادي يسووا مظاهرات تأييد لل للحرب وهذا بس لنا ما يذونا يعني ما كان عندنا شيء. أكو كم تاجر بالسوق كان محبوسين ذاك الوقت قبل الحرب وما جو أخذوا بالحرب حسب ما أعرف. أكو 4-5 من الكبار كانوا بالتجار بالعراق محبوسين بس موقفيهم صار لهم قسم شهرين قسم 3 شهور قسم 4 شهور محبوسين وذولي كلهم تالي بعدين عقب الإعدامات طلعوهم يعني بلا محاكمة وبلا هاي مضايقات ما صار بالسكس دي وار. المضايقات بدأت من جول باتين للحكم 17 تموز 1968. من صار الانقلاب من البعثيين احنا نتذكر السنة بال63 من جو البعثيين. اول ما جو البعثيين احنا قلنا هاي قتبين ممليحة يعني بعثيين معروفين يكرهون ووقت ال63 وقفوا كثير يهود وحبسوا كثير يهود بال63 هم اول شهرين ثلاثي هاي ماكو شين. التالي نوبن ضربوا اسرائيل ضربت الجيش العراقي بأربد ما الجيش العراقي ظل بالاردن قبل الحرب معسكر ونيكي ما رجع راسا الجيش العراقي ونوبة اسرائيل ضربتهم ضربة قتلوا 30-40 جندي عراقي اي فمن جابوهم للعراق يدفنوهم طلع هذا احمد حسن البكر رئيس الجمهورية يخطب لن يبقى على ارض العراق جاسوس بعد اليوم يعني كان هذا وعقبه باسبوع 10 ايام لموهم لذول اليهود بالبصره كلهم اغلبهم اكو واحد تاجر ناجز الخكان المعروف يعني هو احنا غير 20 21 سنه عمرنا بالجامعه وبالثانويات اغلبهم هالاعمار اكو 2-3 بس اللي هذا اكبر بالعمر ناجز الخ فؤاد قباي باكتوبر 68 لموهم من هذول العراقيين بحكي اليهود بحكي من الاسبوع 10 ايام لموهم كلهم كان 2-3 تجار واحد مطلع شي فؤاد قباي واحد يشتغل بالقمرك كان النمردي يعقوب نمردي والباقي كلهم اولاد بالعمر مالي اللي صدقاني كلش ومي كنا نقعد بالقهوه نلعب دومنا وطاولي على الشط هاي اللي هو مالنا كنا اخذوا من هنيك تريد الاسامي مالي يعني تعرف نعيم خضوري هلالي داود غالي يدقار حسقيل صالح حسقيل صباحي مديان داود حسقيل بروخ اخونا النوري بلندن ما تعرف النوري دلال هذول ياخذوهم كلهم اللي كانوا يعني بهاك طرقتي ياخذونهم من هذا ابن صبي حكيم ما محسوب يهودي كيف مستسلم يعني ما كان عندنا علاقات ويانو يعني من الاولاد بالبصره اللي بعمري بس وثلاثي فضلنا باقي كلهم اخذوهم ظلينا انا ويوسف دنقور ويعقوب نوح اللي ما اخذونا اليوم من نحاول نفحص الحكايات هذول اغلبهم لاخذوهم كانوا معروفين بالسوق يعني لو ابوهم تاجر ملق مشات لو صغاف لو هذا فهذا الحاوي كانوا نيكي بالسوق ويعرفهم لنا ما كان يعرفنا هالقد كيف معنا لا تجار بالسوق ولا هذا من السوق هاي الحكايات كلها كل اللي جابهم اللي اغلبهم معروفين بالسوق زين هذا الحاوي ايش قصته يعني ليش هاي قصة طويلة معف إذا تريد تعرف أكو 2 انحكموا 6 شهور وبالإعدامات غير اللي انعدموا أكو 2 يهود حكموهم 6 شهور سعيد زكي جباوي وهارون زنقي هارون زنقي قاعد بلوس أنجلوس هذا يقدر يحكي لك القصة كلها أقدر أوصل بينها كم هذا
هذا هو كان جوا وطلع عقب طلعونه عقب 9 أشهر، والأخ يوم سعيد سير بوسطن بأمريكا. هذول الاثنين يعرفوا الحكاية كلها تمام. هو يقعد يحكي لنا، ما أعرف أنا التفاصيل بالضبط، بس الحاوي كان أبونه عنده دكان بالسوق ومتخالط ويا اليهود. فهذا حكي من الكحاب مع في بالأمن، واحد مغاتو ساتساوي وياها علاقة مع فشكون جابونه بالقتل، بالقتل إلا تحكي اعترف مع فشكون. أش عشعوا فسامي خلط، وذوك كانوا قيدوغون جواسيس حسب الخطاب مال بكر. هات كل الحكايات صارت عجبتهم، هي لا جواسيس لا غاز ولا كعب، ولاد من مدارس قسم بالثانوية قسم توا. هذا بقى ياخذوهم باكتوبر، بديسمبر بدو كان توا بيدي المحطة من تلفزيون من البصرة، بالبصرة ما كان تلفزيون، انتم بغداد كان عندكم تلفزيون، بدا البث التجريبي مالهم، وقاموا يجيبون وصل من المحاكمة محكمة الثورة يذيعوه. وب27 جنوري من الصبح قعدنا عدموهم، اللي جابوا 3 للبصرة ألقوهم والباقي ببغداد بساحة التحرير. بالبصرة جابوا واحد يهودي واحد نصراني واحد مسلم، حجي جيتا وزكي زيتو وناجي زلخة بساحة أم البروم ألقوهم. أم البروم يسموها الساحة بالبصرة، اكو شارع ام البروم، ساحة ام البروم، ونيك القوهم. واكو 2 انحكموا 6 أشهر، واكو اخونا ناجي زلخة هم طلعونه براءة، بس عقب 2 3 شهور طلع حزقيل زلخة. عقب لاي بدو صغنا مقاطعين، يعني انا من اروح الجامعة قاموا يعرفوني، انا صديق من هذول ويعرفوهم واحد واحد، كيف قسم ويانا يعني بالجامعه قسم بالثانوي كنا سوا، قاموا يتبعدون من عندي ما اذوني، بس صار كيب ديستنس ما يقولون، يخافون على نفسهم. اي اكو يخافون على نفسهم، حتى ما يقولون يعرفوهم، اكو صدق صدقوا هذول جواسيس. تعرف القيس مع من بغى، ما احنا من جوا قلنا نعرف ما حكي فارغي ماكو شيء، هذوك اللي بغى قيسمون محاكمات واعترافات وهذا صدقون بالحكي. اصلا اكو يهود ببغداد صدقوا الحكي مال البصره، يعني قال هذول بالبصره بلكي عبروا لايران وسووا شبكه تجسس. حتى ما كنا نجي لبغداد يعني عقبه لا اكو يسالون صدق هذول كانوا جواسيس يهود اما ما عرب، اي كانوا هذا. بس اللي من جوا يعرف لا غاس ولا كعب، اللي يقدر يطلع من العراق ذاك الوقت يرجع، اللي يقدر يعبر لايران، احنا بالبصره نعينا لايران هذيك الصفحه وما نقدر نسوي شيء، كل الجيش قاعد. وهذا بالاول كلهم كانوا يعبون قشر من البصره يعبون. بقى عقب هاي الحكايات انا ظليت بالجامعه، اكو عندي صدقان حتى 1 2 من هذول الاتحاد الطلبه والبعثين كلهم على مصالح، يجون علمهم نحلم سؤالات نسوي ريبورت اللابوراتوري ريبورت، جامعه تعرف بيا مصلحه، بس ظلوا هذول صدقان. بس صدقان تكون يجوا عندي للبيت يدرسون، ماكو ازيد من هاي، ما مثل الاول كنا نطلع ونجي سوا وهذا، يعني صرنا مقاطعين مثل منبوذين ومضايقات صارت. هذا احنا التالي بعدين بال70 خلصتوا كلية، تخرجتوا الاول كنتوا بالجامعة عمل بصرة. انا عندي تاريخ من بالمتوسطة كنت الاول على المنطقة الجنوبية بالعراق، عندي صورة سووا حفلة المتصرف اعطاني جائزة 15 دينار وساعة بحديقة البلدية بالبصرة. وبالثانوية هم كنت الاول على البصرة. اتخلصنا الجامعة عقبة قاعدين ماكو شيء، لا شغل لا عمل، واحد منين يعيش؟ احنا كان عندنا التقاعد، مال ابوي كان معلم، هذا عندنا تقاعد نقبض يعني مبلغ ما واحد دوب ايجار البيت يطلع منه، ما هذا. شفنا ماكو دار بعد بالبصرة، ماكو اي شيء. هذا تحولنا لبغداد، والتحويلة كانت صعبة، يعني تحول من بصرة لبغداد يعني تروح للامن وتاخذ كني باسبورت يطعوك اجازة نقل الموبيليات مالك والبيت ولاتات.
امي راح سوت لها الحكايات كلها، من يدخل لها من احنا هذا نسوان نبعث من النسوان يروحون كل اللي سويناها. راحت البغداد ساعدوها هذول اهل البي جي اس اس، كيف ابوي كان يشتغل بي جي اس اس، هذا من الشيشتيات انا اعرفهم بي جي اس اس، كان اكو وياهم معلم كان ابونا العادل هم كان بي جي اس اس، دورت بيت قعدنا بعرصات الهندية ببغداد شارع رقم 11